وددته أن أتحدث عن شعبان. وما أدراك ما شعبان؟ شهر خطر. وهذه الحلقة تذاع وهذا يوم الخامس من شعبان. دخل شعبان وأيامه تفر، وهكذا أيام الخيرات، وهكذا أيام دهرنا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة تقارب الأيام، أن يكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. تقارب الأيام وتقارب الساعات وتقارب الأوقات، بقت الأيام بتجري لدرجة خطيرة. خطورة جري الأيام إن كل ده من العمر، سنة عدت من العمر، يا ترى عملت فيها إيه؟ وقربت لربنا قد إيه؟ ولا بعدت قد إيه؟ هو ده الخطر. سنة هدت فيك حاجات كتير، كل سنة بتقربك من القبر خطوة، من القبر بتقربك من لقاء الله. مش عايز اضيع وقت، عايز اتكلم عن شعبان وخطورة عرض الاعمال على الله. فلنبدأ شهرنا هذا بتوبة، توبة صادقة، توبة نصوح. وزي ما قلت المرة اللي فاتت ان نقرب من ربنا خطوات، يعني اللي بيصوم زود الصيام شوي، اللي بيقوم زود القيام شوي، اللي بيقرأ قرآن زود القرآن شوية، اللي بيذكر ربنا زود الذكر شوية. يعني ابدأ زود قربك. ربنا جل جلاله بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. يا عم اعمل شبر، قرب شبر لربنا سبحانه وتعالى. زيادة آية فيها حسنات كثيرة، الحرف بعشر حسنات، شوف الآية فيها كم حرف. زيادة ذكر بنخلة في الجنة، كلمة واحدة لا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمده، بنخلة في الجنة، وما من نخلة إلا وساقها من ذهب. شوف الساق بتاع النخلة ده فيه كم كيلو ذهب، بكام فلوس دلوقتي. قرب من ربنا جل جلاله، زود أعمال الحسنات، لا تهدر الوقت، لا تضيع وقتك. يا جماعة أنا لما بقول التوبة من وسائل التواصل الاجتماعي، بيسموها تواصل لكن هي تقاطع، فيها وسائل الخراب الاجتماعي، وسائل المشاكل الاجتماعية، وسائل الذنوب والمعاصي، وسائل البعد عن الله. لما تحجم وقتك، أنا عايزك تتوب من الفيس تماما، تبطله. والراجل اللي اخترعه هو اللي بيقول كده، الناس اللي تابوا منه كتير اقرا بيكتبوا بيقولوا ايه وكيف عاشوا السلام النفسي بعد. طب ده كفار، احنا بنتكلم على المؤمنين اللي محتاج الوقت ده، محتاج وقت مكالمة، محتاج وقت بتاع الواتس، محتاج الوقت بتاع تصفح الاخبار، محتاج الوقت بتاع الرد على الناس والمكالمات معاهم، محتاج الوقت ده ان انا استغله. قلت لكم قبل كده الحمد لله 1000 في ربع ساعة، لا إله إلا الله 1000 في ربع ساعة، استغفر الله العظيم 1000 في ربع ساعة، 1000 مرة في ربع ساعة. ربع ساعة يمثل بالنسبة لك ايه؟ بيضيع في حاجات ملهاش لازمة كتير، بيضيع وانت بتتقلب في الفراش عشان يجيلك نوم ومش جايلك نوم، وتفضل تحارب عشان تنام. ليه؟ لا تأتي فراشك إلا غلبة، لا ينام إلا غلبة النوم. بيضيع وانت قاعد مستني الأكل يتحط على الترابيزة، ومستني بعد الأكل قاعد تتكلم وتبص حواليك. بيضيع في حاجة كتير ملهاش لازمة. ما بقولش معاصي وحرام، لكن أولى ما يترك في هذه الأيام المعاصي والذنوب، أولى ما يتاب منه في هذه الأيام الغفلة. أنت محتاج
انت بالذات، انت تحديدا، انت وانت وانتي وانتي، ايوه وانتي، محتاجة تتوبي، محتاج تتوب لربنا، تتوب توبة نصوح، تتوب من حاجات كتير جدا بتبعدك عن ربنا وبتشغلك عن ربنا وبتقطع صلتك بربنا وبتغضب ربنا عليك وبتجلب المقت، بتجلب كره ربنا ليك.